المشهد الآن بدأ واضحا في إطار الانتخابات القادمة، إذ أن هناك اللائحة السابقة، اللائحة الوطنية التي كانت تضم نساء وشباب، قد ألغيت وعوضت بلوائح جهوية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالقاسم الانتخابي. بداية سي إبراهيم، دعني أشير إلى وأذكر بمسألة أساسية، وهو أنه في الأدبيات الدولية فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية هناك عدة معايير يتم تحديدها وتم التوافق حولها لتصنيف أو لاقتراب أي عملية انتخابية من هذه المعايير الدولية، وفي مقدمها بطبيعة الحال هو أولا توقيت الذي يجب أن تتم من خلاله مناقشة مختلف التعديلات التي يمكن أن تطال المنظومة الانتخابية، علما بأنه من المعايير أيضا الأساسية هي استقرار المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، لكن كقاعدة عامة ولكن كاستثناء يمكن القول كذلك بأنه أي تفاوض حول تغيير المنظومة الانتخابية أو إدخال التعديلات اللازمة على هذه المنظومة الانتخابية لابد وأن يحترم مدة زمنية كافية تمكن كافة المكونات السياسية من المشاركة والتفاوض حول هذه القواعد. والمغرب بطبيعة الحال هذا الأمر أيضا تم تجسيده من خلال المشاورات التي بدأت تحت إشراف رئيس الحكومة منذ مارس من السنة الماضية 2020، يعني حوالي 5-6 مارس من سنة 2020 كان أول لقاء لرئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للعملية الانتخابية، ونحن الآن في مارس 2021.